واحد بيقول كيف اختار شريكة حياتي مع العلم اني تقدمت لاكثر من فتاة ولم يحدث نصيب. انا يا ابني ما عنديش خبرة في الموضوع ده. اختيار شريكة الحياة بتكون بطرق كثيرة. في البعض بيكون عن طريق الكنيسة، والبعض بيكون عن طريق المعرفة في اجتماعات غيره وغيره، او عن طريق القرايب، او عن طريق العمل. المهم انك انت تختار واحدة تشعر بانك طبعك يجي على طبعها وفكرك ممكن يمشي مع فكرك.